وقبل الانسان يرتكب اي حادث او يرتكب اي مشكله في مسببات، سواء في سلوك الشخص في حد ذاته، سواء في التركيبه نتاع النفسيه يعني. نعم. يعني هما جل من اللي طبعا يرتكبوا في الحوادث، خاصه الحوادث العنيفه، تلاقيهم متعاطين للخمور او المخدرات، خاصه مخدر الحشيش اللي يسبب كومه بصريه، ويعتقد ان المسافه قدامها 50 60 متر وهي ما تجيش حتى زوز متر، او ممكن ضغوطات اللي يمر بها الانسان في حد ذاته، يحاول ان هو يلقى زي المنفس اللي يفش فيها غله، بحيث هو يمشي في سرعات كبيره، بحيث انه ممكن يوصل لغايه معينه او لنشوه معينه ينشأ على ضرر لنفسه ولغيره. المشاكل النفسية اللي تحيط بالإنسان زي القلق، زي الاكتئاب، زي الضغوطات النفسية، ضغوطات العمل اللي تصير عند الإنسان، أو التوتر، تجعل الإنسان نافذ الصبر، يعني ما عندهاش صبر. تلاحظ في الطريق الناس بصفة عامة ما عندهمش صبر، سواء كان في إشارة ضوئية، سواء كان حد بيقص الطريق، سواء كان في قدام مدرسة، تلقى فيه سرعة يعني تلقى نعم. وتستغرب أنت ما عادش تحط لك اللوم، تقول ممكن لهم المراهقين هم اللي يجروا، لا، توصف الثقافة تلقاهم كبار وصغار ويجروا، يعني تلقاهم حتى الشباب تلقاه يجري، هو امراه سامحني في كندا تلقاها تسوق وتجري. يعني موضوع راي خطير جدا جدا. احنا درنا بعض الدراسات البسيطه، يعني في ناس تعتقد انه ممكن يقول لك لا والله سبب الحوادث تعود للطرق مثلا، تقول مستهلكه، اسباب تعود للمركبه انها هي مثلا غير صالحه للسياقه مثلا، لكن لا، احنا درنا دراسات، بعض البرامج البسيطه اللي درناها وبعض الاستطلاعات لقينا نسبه قد توصل 80% نتيجه سلوك الناس بصفه عامه، او الضغوطات اللي تعيش فيها الناس بصفه عامه هي تسبب في الحوادث، خاصه التوتر او الضيق اللي يمر به الانسان بصفه عامه يعني. نعم، هناك كما ذكرت فعلا دراسات وصلت الى 80%، لكن 80% تقول ان ليس للمركبه علاقه بالحادث ولا بالطريق. صحيح. هذا يشير الى ان هناك اضطراب نفسي كبير في المجتمع بصفه عامه، او في من يقودون السيارات تحديدا لهم اضطراب نفسي. هذا الاضطراب النفسي يعني سبب ربما هذه الحوادث. يعني كيف يمكن الان الحد من حجم يعني الكوارث الكبيرة التي تحدثها مثل هذه يعني الحالات النفسية وال يعني ربما المشاعر الإنسانية المختلطة هذه يعني؟ هي احنا المشكله في السائقين في حد ذاتهم، ثقافه المجتمع اللي يعيشوا فيه، التربيه المجتمعيه في حد ذاتها لها دور كبير، حتى يتخفف العبء على الشخص نقولوا فاحنا ما يوصلش لدرجه الاضطراب انه يصبح سلوكه نتاعه فيه مشكله. ممكن يكون انسان عدواني، او كنت عنده اضطراب في الشخصيه نتاعه، وتكون مثلا شخصيه ادمانيه او سيكواتيه اللي هي ممكن تسبب الاذى لنفسها واذى لغيرها. يعني زي ما قلت لحضرتك انت طبعا، وزي ما ذكرت التقرير 80% قال لك ما عادش يرجع سبب لسوء المركبه نفسها، وانها صلاحيتها طاحت، او الطريق، او ما فيش جسور، او ما فيش زي ما تقول منافس للطرق، لا، اصبح ثقافه الشخص في حد ذاته السائق هو حتى اللي ياخذوا في الرخص، سامحني في الكلمه هذه، يعني معظمهم ما عادش ياخذوا الامتحانات، ما عندهمش هذاك الدرايه الكبيره على القوانين اللي المفروض يطبقوها في حق من اللي هما كشخص سائق المركبه في حد ذاتها، او حتى الشخص موجود في الشارع بصفه عامه. ثاني شيء، الناس المشاكل اللي عايشينها بصفه عامه يديروا في عمليه اسقاط للغير، ممكن يفش غله في البرنامج اهو يجي وخلاص على الاقل باش بيوصل بكري لمكان معين، او غير باش بيفوت وباش غير بيستاج، لقاها زي المتعه او زي المنفس. هذا كله نتيجه شنو؟ التراكمات ممكن الانسان يعاني منها. المشكله احنا الترشيد في الموضوع هذا ضعيف، يعني مش ننكر جهود الناس صراحه بارك الله فيهم، الناس اللي في المرور. احنا يا ريت عندها برامج مكثفه، ما تندرش مره بس ولا مره، لا بالعكس، خاصه ديما المفروض تخش حتى في المناهج التعليميه للصغار بصفه عامه، على الاقل يعرفوا الحقوق نتاعهم في الطريق، في الشارع، في السواقه. المفروض في بعض من دول على الاول انشئت مدارس، انت قبل ما تاخذ رخصه تدخل لمدرسه معينه، تقرا فيها سلوكيات معينه في المرور، في القياده، اخلاق القياده، هي وش عن اخلاق قبل ما تكون قياده في حد ذاتها. استاذ ساسي، كيف يصل الذي يقود السياره اليوم يصل لهذه المرحله من الاضطراب تجعله يشارك في أذى الآخرين؟ ليس مشاركة في أذى نفسه فقط، ربما يعني يصل به المرحلة إلى أذى الآخرين بهذه الحوادث، وليست حوادث بسيطة، حوادث الآن عدد القتلى في الحوادث والوفيات كبير جدا يعني. صحيح صحيح. يعني كيف توصل للمرحلة هذه؟ يوصل المرحلة هذه طبعا نسبة، احنا ما درنا برامج زي ما قلت لك وسالنا يعني، ودرنا بعض البحوث استبيانات، يعني حتى الناس اللي ارتكبت حوادث مشان المستشفيات، حتى اللي يصيبوا باعاقات، لما سالته قال لك سلوك، هو يقلد في سلوك شخص اخر،
فهمت؟ يعني يقول لك لا والله احنا هذه التركيبه الاجتماعيه اللي عندنا، يقول لك والله انت كان مثلا تضيف روحك انك انت محترم القوانين، لا تقدر توصل مكانك بكري، تقدر تتخطى موضوعك بكري، لا اهو تقليد للغير وخلاص، يعني اصبحت زي الثقافه في المجتمع. هو المجتمع لما يجي يستقبل ثقافه معينه ما يكونش فيها رفض، ما تكونش فيها يعني كلام مضاد لها، هي زي ما تقول تحارب الاشياء هذه السلبيه، يصبح مرحب بها. انه واحد طالع في الشارع الحمراء، واحد زي ما تقول ركب لك فوق برشا بادي، واحد يخش في شارع ممنوع، يصبح خلاص ثقافه في المجتمع، تربى له المجتمع انك توصل المواصيله. هي السلوك الاجتماعي راه له دور كبير انه ياثر على سلوك الناس الثانيه. انت ما تشبه شخص مراهق صغير دار حد، ما تلومش عليه، نشبح الكبير يجري ومش محترم القوانين، ما يعطيش الاصلاحيه للشخص اللي قدامه او اللي معاه او الحد الكبير. هذه تعتبر سلوك فصل المجتمع، هي تخلي الناس توصل للمراحل هذه. ناهيك على الضغوطات والمشاكل اللي كنا نحكوا عليها من بكري، او شخصيه الشخص نفسه في حاله، ممكن تكون شخصيه عدوانيه، او تكون شخصيه منحرفه، او تكون شخصيه من تعدد الاضطراد، ممكن هي زي ما نقول تسبب في اذى لنفسها واذى حتى لغيرها. طبعا هناك